ناس بعدهم رقود، ولا تزال الأجواء هادئة في ربوع حتى. استمتع في هذا الجسر. سلامي سلامي على أهل الكيف. عندك 3 فود تراك والمريحانات في المكان عائلي وشبابي ويصلح حق الجميع. بالمناسبة موقع دماني على بعد تقريبا 7 كيلو من المنفذ الحدودي لسلطنة عمان العقر. وقبل نهاية الشتاء في انتظار طلعة مع الأحبة في دبل بيعة عائلة محمود الشحي وشوي الكباب والتكة. مشي على أصوات خرير المياه العذبة في حتى لمحة عن الأنشطة. نضرب إن شاء الله عكس روين وارتيري هاي الأنشطة اللي تشوفوها تحت هذه فري، لكن بعدها في بعض منها مبخالص. مستر محمد فاينس مدرب رماية السهام، شيء جميل. وهذه تصويباتي، لعبة رائعة جدا وأولمبية ومعترف فيها. Yeah. شوف شرح الأكس ثروينج. Yeah. صح هذا التكنيك. Yeah. صح. موضوع يحتاج إلى تكنيك أكثر من القوة. عندك 3 خطوات لازم بين الخطوة الثانية والثالثة على طول ترمي. الزبلاين الثاني في الدولة بعد جبل جيس لا زال قيد الإنشاء، وكذلك هذه كامينغ سن. ليست حكرا على الصغار فقط، وحتى الكبار بإمكانهم القفز. وضع فظيع. أروع تجارب صراحة. Go. حتى المدينة الجبلية الحالمة تكتب تاريخ جديد صراحة بالنشاط اللي عندهم. أكثر من 16 نشاط في هذا الموقع، وكذلك العديد من الأنشطة قرب السد. سد حتى هناك على بعد 10 كيلومتر. هذه الأجواء الجميلة في دماني لودج ريزورت. هذه أماكن الشوي تقريبا 10، وفي أماكن بالخلف وعندهم حوالي 20 سويت يبنون 20 أخرى. أجواء صافية الحين. في هذه الآونة ودع الدماني لودج ريزورت في ربوع وجبال حتى. أماكن حجز الأنشطة والرسبشن. نعم استقبال كافيه بسيط. السرب خلص أكله، ياي يعدل المزاج هني. حياكم. يا حور دمجة. زبلاين حتى يمكن على نهاية شهر 2 يخلصوا. طويل لكن جبل جيس هو الأطول. في هذه الآونة نودع
وادي حب على أمل أن نعود إليه. حتى كياك قوارب التجديف على بعد مترات بسيطة، والسد بعد سنون طويلة أعود إلى زيارة سد حتى. في هذه اللحظات الذاكرة تعود بي إلى بين الويدان، وهنا سد حتى الشامخ، أحد أجمل سدود الإمارات إن لم يكن أجملها على الإطلاق. رائع جدا. محمية حتى الجبلية فضاء شاسع وواسع، وصورة تجمع الآباء والمؤسسين الله يرحمهم ويجعل مثواهم الجنة. اللي يبال ما أعرف كيف الطريقة، المهم ممنوع الزيارة فقط، مسموح يروحوا السكان واللي حاجزين. هنا الكاياك والسيدر تريلر، أحد منتجعات ميراس في حتى، صورة رائعة جدا. هني الريسبشن مال سيدر تريلرز، شلوك سيارة خاصة فيهم ودوك، هذا هو موقع، ودوك هناك بروس بحيرة البجع. ما تدخل طلعوها، بتنزلين يا حصة صغيرة. هنا روعة حتى، مدينة الحالمة جدا. ومع بحيرة البجع نكون قد أنهينا هذه الرحلة والتغطية في حتى الحالمة.